السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم تشوهات تكتونية، الجزء الثاني، عناصر وأنواع الطيات. إذا لدينا طبقات صخرية ستخضع لقوى انضغاطية، بما أن هذه الطبقات الصخرية لدينا أكيد تشوه تكتوني الذي سنحصل عليه عبارة عن طي للإشارة فقط. بطبيعة الحال فالقوى الانضغاطية نجدها في مناطق التقارب بين صفيحتين، بطبيعة الحال المناطق حيث تتشكل لنا سلاسل جبلية، إما سلاسل الاصطدام أو سلاسل الطمر أو سلاسل الطفو. إذن فعلا هذه الطبقات الصخرية عندما تخضع لقوى انضغاطية ستعطينا تشبه تكتوني يسمى الطي. إذن الطي عبارة عن تسلسل، إذا صح التعبير، لطية محدبة وطية مقعرة، ونجده كما أشرت بطبيعة الحال في مناطق التقارب بين صفيحتين. إذا حدث وكانت هذه الصخور لدينا أو مرينا فأكيد ستعطينا طي، لكن لو افترضنا أن هذه الصخور كانت ذات طبيعة صلبة أكيد ستعطينا في هذه الحالة بطبيعة الحال فوالق معكوسة كما أشرنا إلى ذلك في الجزء الأول. نتابع. سنتعرف على العناصر المكونة للطية. إذا الطية تتكون مجموعة من العناصر، سنبدأ بالمفصلة. إذا المفصلة هي المنطقة التي تكون فيها الطبقات المكونة للطية ذات تقوس أقصى كما نلاحظ. إذا مفصلات الطية المحدبة، مفصلات الطية المقعرة. لدينا كذلك جانبي الطية، لاحظوا معي الجانب الأول والجانب الثاني. إذا هي المساحة، إذا صح التعبير، أو هي الجزء من الطية الموجود بين مفصلة الطية المحدبة ومفصلة الطية المقعرة. ثم لدينا المساحة المحورية، بطبيعة الحال كما نلاحظ هي مساحة خيالية، وهي المساحة التي تربط مفصلات كما نلاحظ هنا الطبقات المكونة للطية. وأخيرا محور الطية كما نلاحظ هنا، لاحظوا معي، هو عبارة عن خط، لاحظوا، عبارة عن خط تقاطع بين المساحة المحورية والمقطع الجيولوجي. نتابع. قبل ذلك أريد أن أشير على أن شكل الطيات يختلف حسب عدة عوامل، سنتعرف على هذه العوامل. إذا لاحظوا معي هنا وضعية المساحة المحورية فهي مائلة، بينما وضعيتها قبل لحظات كانت وضعية عمودية. إذا فعلا تصنيف الطيات يعتمد المعايير التالية: وضعية المساحة المحورية، هل هي وضعية عمودية، مائلة أو أفقية أو غير ذلك، ثم وضعية جانبي الطية، وأخيرا وضع زاوية المساحة المحورية. سنتعرف على بعض أنواع الطيات. إذا الطية المستقيمة تتميز بمساحة محورية عمودية وبجانبين عاديين، مع الإشارة إلى أن ميلان الجانبين متقايس متساوي. الطية المنحرفة تتميز بمساحة محورية مائلة بكذلك جانبين عاديين، ولكن لاحظوا على أن ميلان الجانبين مختلف كما نلاحظ. بالنسبة للطية الركبية نفس الشيء، مساحة محورية مائلة بطبيعة الحال، الجانبين جانب عادي والجانب الآخر عمودي، يشكل لنا ذلك ما سميناها بالطية الركبية. ثم الطية المائلة في هذه الحالة، لاحظوا معي، المساحة المحورية مائلة لكن الزاوية في هذه الحالة أقل مما أشرنا إليه أو ما لاحظناه في الطيات السابقة. الجانبين جانب عادي، ولكن الجانب الآخر نقول على أنه جانب معكوس، بحيث تقريبا كما نلاحظ يتجه أو له نفس اتجاه الجانب الآخر. إذن أعيد، جانب عادي والجانب الآخر معكوس. النوع الخامس طية راقدة، لاحظوا معي وضعية المساحة المحورية فهي شبه أفقية بالنسبة لجانبي الطية. إذن جانب عادي ولكنه يتخذ وضعية شبه أفقية، والجانب الآخر معكوس وهو كذلك يتخذ وضعية شبه أفقية. إذن الطية الراقدة تتميز بمساحة محورية شبه أفقية، جانب عادي والجانب الآخر معكوس ولكنهما بطبيعة الحال في وضعية شبه أفقية. إضافة إلى ذلك هناك تشوهات تكتونية تسمى بالوسيطية. لماذا؟ لأنها تجمع بين الطي والفالق. لاحظوا معي هذا النوع من التشوه، طي فالق أو يسمى بطية مكسورة. إذا في هذه الحالة أو نحصل على هذا التشوه التكتوني نتيجة لتزايد الضغوط المسلطة على الطية خصوصا من أحد جانبيها. يتمدد الجانب بطبيعة الحال الآخر لمنح الضغوط، يصبح رقيقا. لاحظوا معي بطبيعة الحال هذه المسافة بينهما تشكل ما يسمى بالمدى، يؤدي ذلك إلى حدوث فالق وبالتالي تباعد الجزئين المشطورين، تباعد الجزء الأول عن الجزء الثاني. إذا نسمي هذا النوع من التشوه التكتوني طية فالقة أو طية مكسورة. لكن إذا حدث واستمرت هذه الضغوط نلاحظ أن هناك جانب أو خصوصا الجانب الأعلى يزحف فوق الجانب الآخر مشكلا تشوه تكتوني يشكل لنا ما يسمى بالتراكم. هنا طيات متداخلة أو متراكبة. في حالة إذا استمرت هذه الضغوط وأصبحت المسافة، المسافة التي سمينا قبل لحظة المدى،
تصل إلى كيلومترات، في هذه الحالة نحصل على تشوه تكتوني يسمى السديمة. شكرا على انتباهكم، وإلى درس قادم إن شاء الله، إلى الجزء الثالث إن شاء الله.